كالعاده برضو الاتوبيس دايما بعد نهايه المحاضره الفنيه بيتوجه او توجه لاعبي النادي الاهلي الى الاتوبيس للذهاب الى ملعب المباراه. زي ما حضراتكم شايفين كباتن النادي الاهلي بيتوجهوا الان الى الاتوبيس الخاص بالنادي الاهلي للذهاب الى ملعب المباراه. زي كالعاده الحقيقه وبعد نهايه المحاضره الفنيه اللعيبه كلها بتروح على الاتوبيس علشان تروح استاد النادي الاهلي او استاد السلام خلال الفتره المتبقيه قبل بدايه هذه المباراه، اقل من ساعه ونص ان شاء الله وتبدا هذه المباراه. عموما خلينا بقى زي ما متعودين مع حضراتكم في ملعب الاهلي ان احنا نتجه الى جرافيك هذه المباراه. النهارده في الدوري العام المصري 2019-2020 نتائج مباريات الاسبوع السابع يوم الثلاث 10 ديسمبر امبارح كانت اولى المباريات ما بين الجونه وامبي، وهزيمه الجونه من امبي برباعيه مقابل هدف وحيد، واقاله المدير الفني الصربي لنادي الجونه وتعيين الكابتن رضا شحاته مديرا فنيا مؤقتا لفريق الجونه لحين استقدام مدير فني جديد، ومبروك طبعا لكابتن حلمي طلال. الانتاج الحربي وتعادل ايجابي مع سموحه بعدما كان مهزوم من سموحه بهدف مقابل لا شيء وهو بعشرة لاعبين، بيعود باسم مرسي ويحرز هدف التعادل لصالح الانتاج الحربي، نقطه للانتاج ونقطه لسموحه. النهارده في ثلاث مواجهات في الاسبوع السابع، الاربع 11 ديسمبر 2019 الاسماعيلي واجه مصر المقصه، اعتقد الشوط الاولاني انتهى بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، المباراة دي بتقام في تمام الساعة الخامسة. أيضا حرس الحدود ونادي مصر، هقول لحضراتكم نتيجة هاتين المباراتين اللي بدأوا بالفعل في تمام الساعة الخامسة. آخر مباريات اليوم النادي الأهلي أو نادي وادي دجلة سيواجه النادي الأهلي في تمام الساعة السابعة والنصف. غدا باقي مباريات الاسبوع السابع ويوم الحد اخر مباريات الاسبوع السابع، لكن خلينا بكره الخميس 12 ديسمبر 2019 الساعه 2 ظهرا الاتحاد السكندري سيواجه نادي طنطا في بدايه او في اليوم الثالث من الاسبوع السابع. اما في تمام الساعه الخامسه المصري سيواجه المقاولون العرب، ونهايه هذا اليوم غدا ان شاء الله الزمالك سيواجه بيراميدز في واحدة من المواجهات الصعبة والمهمة في الدوري العام المصري في تمام الساعة السابعة والنصف. آخر مباريات الأسبوع السابع أسوان سيلاقي طلائع الجيش يوم الأحد 29 ديسمبر 2019. طبعا جدول ترتيب الدوري العام المصري قبل بداية مباريات اليوم. الاتحاد السكندري في المركز الأول ب 13 نقطة، المقاولين العرب في المركز الثاني ب 13 نقطة ولكن ست مباريات، النادي الأهلي لعب أربع مباريات فاز بيهم وبالتالي له 12 نقطة، لو فاز النهاردة إن شاء الله النادي الأهلي بيصعد إلى التربع على جدول ترتيب الدوري العام المصري. بيراميدز في المركز الرابع ولكن من ست مباريات عنده 12 نقطة، سموحة أو الزمالك في المركز الخامس من خمس مباريات عنده 10 نقاط، سموحة في المركز السادس من سبع مباريات عنده 10 نقاط. أما حرس الحدود في المركز السابع ولعب ست مباريات وعنده مباراة النهاردة ويملك من النقاط 9 نقاط. الإنتاج الحربي في المركز الثامن لعب 7 مباريات وعنده 8 نقاط. المصري البورسعيدي لعب 5 مباريات في المركز التاسع وعنده 7 نقاط. الطنطا ومصر المقصة وإمبي والإسماعيلي عندهم 7 نقاط وفي المركز العاشر والحداشر والاثناشر والتلاتاشر. أما في المركز الأربعتاشر نادي مصر لعب 6 مباريات وعنده من النقاط 6 نقاط. أسوان لعب في المركز الخمستاشر لعب 6 مباريات وعنده 5 نقاط. طلائع الجيش لعب 6 مباريات وفي المركز الستاشر ويملك 4 نقاط. الجونة في المركز السبعتاشر لعب 7 مباريات وعنده 4 نقاط. أما وادي دجلة سيلاقي النادي الأهلي في مباراة اليوم في تمام الساعة 7:30 في المركز الأخير، لعب 6 مباريات عنده 3 نقاط. ده جدول ترتيب الدوري العام المصري. أما قائمة الهدافين للدوري حتى الأسبوع السابع، عبد الله السعيد من بيراميدز 5 أهداف،
حسام حسن نادي سموحة 5 أهداف، وليد سليمان 4 أهداف النادي الأهلي، محمد سالم المقاولين العرب 4 أهداف، وأمد أكري وعمر الحلواني ومحمد شريف ولكل منهم 4 أهداف أيضا، ومحمد رمضان صبحي نادي الأهلي في المركز الثامن رمضان ب3 أهداف، وحسين الشحات في المركز التاسع ب3 أهداف أيضا، أما محمد فاروق في المركز العاشر ب3 أهداف نادي بيراميدز. نتجه إلى مباراة اليوم. النادي الأهلي سيواجه وادي دجلة الأربعاء 11 ديسمبر 2019. وادي دجلة سيواجه النادي الأهلي في الأسبوع السابع. تاريخ المواجهات ما بين الناديين. النادي الأهلي ولعب ضد نادي وادي دجلة 14 مباراة. النادي الأهلي فاز في 10، تعادل في 3، خسر في مباراة وحيدة. الأهلي أحرز 16 هدف واستقبلت شباكه 6 أهداف. موقف النادي الأهلي ووادي دجلة في الدوري. 4 مباريات لعبهم النادي الأهلي، فاز فيهم، لم يتعادل، لم يخسر، سجل 14 هدف، استقبلت شباكه هدف وحيد، عنده 12 نقطة في المركز الثالث. أما نادي وادي دجلة لعب 6 مباريات، لم يفز في أي مباراة، تعادل في 3، خسر في 3، سجل 5 أهداف، استقبلت شباكه 8 أهداف، يملك 3 نقاط في المركز الأخير في جدول الدوري العام المصري حتى الأسبوع السابع. طبعا أرقام في مواجهات الأهلي ووادي دجلة. أول مباراة ما بين الفريقين كانت 23 ديسمبر 2010 وفاز النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. أما آخر المباريات كانت يوم 28 يناير 2019 فاز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف. أول أهداف النادي الأهلي أحرزها في وادي دجلة كان كابتن حسام غالي، وأحرز آخر أهداف النادي الأهلي ضد وادي دجلة علي معلول، وطبعا حسام غالي اعتزل وعلي مصاب في مباراة اليوم. أكبر فوز للنادي الأهلي على وادي دجلة كان موسم 2014-2015 وفاز النادي الأهلي على وادي دجلة بثلاثية مقابل هدف. النادي الأهلي سجل 14 هدف، كيف سجل النادي الأهلي 14 هدف؟ أو متى سجل النادي الأهلي 14 هدف خلال 4 مباريات؟ في أول ربع ساعة من عمر المباراة بيحرز النادي الأهلي 3 أهداف، تاني ربع ساعة بيحرز هدفين، تالت ربع ساعة بيحرز هدف واحد. أول ربع ساعة من عمر الشوط الثاني 3 أهداف، تاني ربع ساعة من الدقيقة 61 للدقيقة 75 هدفين، ثم من الدقيقة 76 للدقيقة 90 ملوك الدقيقة 90 النادي الأهلي بيحرز 3 أهداف في آخر ربع ساعة من عمر المباريات خلال ال4 مباريات السابقة. طيب النادي الأهلي بيستقبل أهدافه إزاي؟ النادي الأهلي استقبل هدف وحيد في الربع ساعة قبل الأخيرة من نهاية المباراة، وأما بقية المباراة لم يستقبل حتى هذه اللحظة النادي الأهلي أي أهداف.